الحمد لله رب العالمين. النهارده جاي اتكرم عن برنامج، اول مره اعمل برنامج في حياتي بيوم افندي، فالحمد لله راي الجمهور انه احسن برنامج كوميدي في 2018. الحمد لله نعمه من ربنا. خلصت نادي الرجال السري، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، اخراج خالد الحلفاوي، انتاج الاستاذ وائل عبد الله، وبعمل سبع البرومبا مع رامز جلال وكوكبه عشان ما انساش حد يعني، اخراج محمود كريم، انتاج الاستاذ وائل صبري. لا لا لا، كان الله في العون المذيعين. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما عند حسن ظنكم، ويا رب دايما انتم معانا، لان احنا من غيركم ولا حاجه. شايف ان مسرح فيات في مصر ده كان حاجه، لا مش موجوده دلوقتي، مش موجود دلوقتي، ده قديم، ده من سنتين. اللي بتشوفه دلوقتي في التلفزيون ده معمول من سنتين، احنا من سنتين ما بنعملش مسرح خلاص فيات في مصر. انا مع الاستاذ، مع الفنان محمد هنيدي، بنعمل مسرحيه جراند كبيره باذن الله. انتوا اول ناس، ما اقولش لاي حد، تمام؟ باذن الله ان شاء الله هتتعرض يوم 10 يناير.